سيادة المستشار، يعني بتبقى فرصة من خلال برنامجنا بنوعي الناس انه في اخطاء يعني في الاجراءات او تقاعس، يعني او السلوك أو بيترتب عليه ضياع حقوق بتضيع حقوق. فاحنا يعني هناخد مثل الاستاذ خيرت، حضرتك ترد عليه هل من الممكن ان يتخذ اجراء معين يعيد حقه، واذا كان ضاع حقه ده بسبب ايه؟ ما هو اخر اجراء لي والحكم فيه وتم تنفيذه 1/27/12/2016. تمام، يعني احنا داخلين في 3 سنين. الحكم حاز قوه الامر الواجب بيه وسقط بيه طرق الطعنه كلها واستنفس وضح كله. ضاع حقه ليه؟ ضاع حقه ليه؟ لان انا النهارده حكم وصدر، انا لما بيجي ينفذ بعمل حاجه اسمها اشكال. هل انت يا استاذ خيرت ما كنتش قاعد في الشقه ديت لما يجي المحضر عشان ينفذ اول مره؟ لما بيجي المحضر يجي ينفذ حكم زي كده، الاجراء الطبيعي بقول للمحضر بكلمه واحده، انا بعمل اشكال وبلحق اخد صوره من الحكم واخد بيانات الحكم المنفذ لي واعمل طعن، هو حكم استئنافي واخد صيغه تنفيذيه. تمام، اقدر الحق في المواعيد من تاريخ علمي ومن تاريخ اتصالي بالدعوه ان انا اعمل طعن بالنقض واشكال، طعن بالنقض متضمن اشكال، وبقدم صورة الإعلان بالصيغة التنفيذية ديت لمحكمة النقض، حدد جلسة شق عاجل. صحيح، أقدر أقول فيها إن أنا بنقول في القضية كذا وهي سبق ليها وإن أقامت دعاوى عديدة وخدت رفض كذا، وأنا بسدد الأجرة. هو كان بيقول من 2007 لغاية 2019 وبعت لها تلغراف، كان بيقول في 2008 و2009 بعت لها تلغراف أو بعت لها جواب مسجل بعلم الأصول، وأقدر أثبت قدام المحكمة إن أنا كمستأجر ذمتي خالية من سمة أجرة. ده الخطوات القانونيه الواجب تتبع. هنا فهنا بقدر اخد وقف تنفيذ الحكم، لكن لعدم خبره ما ان انا هروح ارفع قضيه عدم اعتداد بالحكم. عدم اعتداد بالحكم انا بطلب هي في صحه، هو عدم الاعتداد بالحكم ده يعني درجه من درجات التقاضي، مش درجه من درجات التقاضي، ولكن للاسف بعض الساده المحامين بيخلطوا ما بين دعوى عدم نفاذ الحكم ودعوى عدم الاعتداد بالحكم، وبيتأسس الكلام دوت على نص المادة 101 من قانون الإثبات باعتبار أن الحكم هو حجة ما بين أطرافه ولا يتعدى الغير. فإذا كان الحكم صادر ضدي أنا زي الأستاذ اللي اسمه أستاذ خيرت الأخير دوت، الحكم صادر في مواجهتك وقدام القاضي أنت أعلنت طبقا لنص المادة 82 ومادة 84 من قانون المرافعات. تمام، فازاي هرفع دعوى عدم اعتداد؟ انا بفرغ الدعوى من مضمونها من قبل ما برفعها. احنا سيادة المستشار الواضح انه محتاجين يعني نعمل حلقه خصيصا عن الاجراءات القانونيه خطوه خطوه، بدءا من رفع الدعوى حتى الطعن بالدرجات مختلفه. تحت امرك وتحت امر القناه كلها وتحت امر المشاهدين، واي حد يا جماعه بيحتاج اي استشاره. تمام. انا استشارات حد وسبت من 3 لـ5 لمشاهدين ميسات مجانا. معنا تليفون تاني، الاستاذ باسم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اتفضل استاذ باسم. استاذ حضرتك اسال ست مستشار تحت امرك، سامعينك يا فندم. حضرتك، انا والدتي رفع قضيه على هي واخواتها، عن بنات ضد اخواتهم الاولاد. اي فندم. تمام. جنحه امتناع عن تسليم حصه ميراث. تمام يا فندم. فخدت يعني خدوا براءة؟ لا، القاضي بعت الحكم للخبراء، فالخبير مع الحكم يعني ان ايه الحكم التجنيب. ايوه لا، اول جلسه خد فرد وتجنيب. تمام، حضرتك فرق معلش ما بين اجراءات الجنحه كجنحه عدم تسليم حصه وارث، وان في دعوى فرز وتجنيب. الاولى منظوره المفروض امام القاضي المدني، والثانية المفروض منظورة أمام القاضي الجنائي. ما حضرتك هي جنحة بس التقرير اللي راح للخبير فرز وتجنيب، فده هيبقى إيه وضعه؟ فالمحامي بتاعنا طالب تغيير الحكم ده، لأن دي جنحة مش مدني. هو القضية مرفوعة من مين على مين يا فندم؟ من الإخوات البنات ضد إخواتهم الأولاد. ضد إخواتهم الأولاد؟ آه. هقول لحضرتك على حاجة، طالما لم يسبق جنحة عدم تسليم حصة وارث دعوى فرز وتجنيب، بيبقى في تجهيل لعناصر التركة، وبالتالي
بينتفي بيان الحصه اللي انا ممتنع عن تسليمها لحضرتك. طب استاذ باسم انتوا عملتوا دعوه، انتوا عملتوا دعوه صحه دعوه فرز وتجنيب يا فندم؟ احنا ما عملناش حضرتك، هو القاضي بعت للخبير. طب بناء على ايه يا فندم انتوا رفعتوا جنحه عدم تسليم حصه في التركه؟ بناء على رفض الاولاد دول ان يدوا اخواتهم البنات. طيب عملتوا استاذ باسم خطوه خطوه يعني عملتوا اعلام وراثه الاول؟ اه موجود اعلام وراثه. طيب التركه هل مفرزه؟ يعني بمعنى مفرزة. يعني بمعنى انه التركه دلوقتي ازاي عرفتوا انه كل بنت مثلا ليها نصيب كذا وبناء عليه بتطالبوا اخواتهم؟ لا مش محدده، هي موجوده مثلا اربع مرات وقطعه ارض. ايوه يا فندم يعني. طيب في اي استفسار تاني استاذ باسم؟ لا حضرتك انا بس عايز اعرف قرار الفرز والتجنيب ده ينفع يتغير يرجع المحكمه تاني ويتغير؟ المحكمه وشأنها، ولا يجوز لي التعقيب على احكام القضاء يا ريس. يعني حضرتك الخبير كده هيمشي في اي اتجاه؟ الخبير هيمشي في اتجاه ما حدده له القاضي الجنائي فيما في الحكم التمهيدي بإحالة الدعوة للخبراء، بيبقى فيه في هذا الحكم حيثيات، وكلفت المحكمة الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية في الدعوة المهام الآتية 1 2 3 4. يعني الخبير أستاذ باسم الخبير ملتزم بقرار الرئيس المحكمة يا فندم. طب ما سيادة المستشار بيقول ان الفرز والتجنيب ده حكم مدني مش جنحة. ما هو حضرتك ده اللي انا بحاول اصححه لحضرتك وبقوله لك. طب استاذ باسم يعني سيادة المستشار هيوضح لحضرتك الخطوات الصحيحة للمطالبة بحق والدتك وباقي الاخوات البنات. شكرا يا فندم. ايه الخطوات يا فندم قبل، يعني هل هم رفعوا دعوة قبل دعوة؟ هو المفروض قبل. ايه الخطوة الاولى؟ الخطوة الاولى اعلام الوراثة. يعني اول حاجة اعلام الوراثة. اي حاجه في موقف زي كده اعلم الوراثه. الخطوه الثانيه محضر حصر للتركه. محضر حصر للتركه ما بين مش مين اللي يعمل المحضر؟ الاغلبيه ده. ما هو احنا في 3 ضد 4 الكلام دوت القصه دي بنعمل محضر جرد للتركه وبنجيب المستندات ديت. تمام. بعد ما بنجيب المستندات ديت بنعمل المفروض ان انا عايز اقسم التركه بيني ما بينهم. تمام. رفضوا. بيرفضوا. بلتجئ الى القضاء ان انا برفع دعوى فرز وتجنيب. ده الخطوه الثانيه. الثانيه طالما بالميراث. وهنا كان في برضو تركايه باتصال، هل العقار لازم يبقى مسجل عشان اقيم دعوى فرز وتجنيب؟ ده تساؤل الناس كتير. هنا في جماعه بنفرق فيها، وللاسف برضو احكام اول درجه بتخلط ما بين اذا كانت نوع التصرف الملكية قالت الشيوع قال إلي إيه عن طريق، هل هو تصرف قانوني أم ناتج عن ميراث؟ لو ناتج عن ميراث أنا بيحتاج ما يحتاجش أن يكون العقار مسجل. مش شرط. يعني من حقي أنا أرفع دعوة فرز وتجنيب حتى لو العقار غير مسجل. الخلط اللي بيحصل ما بين أحكام أول درجة ويرفض لي لما أنا أجي أعمل دعوة فرز وتجنيب، يخلط ما بين مادة 19 ومادة 15 من قانون الشهر العقاري، بيقول لي هنا العقار مش مسجل. تمام. فالقضية بتاعتك ما ينفعش ان انا انظرها. لا يا فندم، حضرتك احكام محكمة النقض كلها قالت ان عقد البيع الابتدائي ناقل للملكية ويرتب اثار وحجة بين الاطراف بينهم بعضهم. هنا لو انا الشيوع جالي ما بين الف وبيه اشتروا عقار وعايزين يعملوا فرز وتجنيب، لا انا هديله رفض لان العقد مش مسجل، لان انا لو فتحت الكلام دوت انا بفتح باب خلفي للتهرب من التسجيل وبقسم العقار بحكم صحه ونفاذ. هي نقطه مهمه يا سياده المستشار، يعني حضرتك وضحتها. اذا يعني لو العقار او اي التركه قالت للاشخاص بميراث مش لازم العقار او الارض يبقى مسجل. وبرضه للساده المحامين اللي اول ما بيقرا ان الحكم لا التركه مش مسجله، طب انا مش هسجل، فبييأس ومتعنش بالاستئناف. ولا يجوز فرز وتنجيب. ده لا فلا يجوز، لا اطعن على هذا الحكم بالاستئناف وارجع لاحكام محكمه النقض ان الملكيه تنتقل حتى ولو بعقد ابتدائي، ونبتدي من الكلام دوت ونشوف، لان الشيوع في الميراث احد المصادر السبعه المصادر الملكيه، نقل الملكيه. تمام. سياده المستشار يبقى الخطوه الاولى اعلام الوراثه، نمره 2 دعوه فرز التجنيب. بعمل جرد للتركه بحذافيرها بالرياء والكلام دوت، وبحدد مين ممكن يكون احد العقارات حد مختص بيه. تمام. وفرز وتجنيب. بعد كده اذا تم الرفض
نلجأ للجنحة اللي هي لما يصدر حكم بعد كده ان حصتي كذا وحصة كذا كذا وطالب بالريع فيها وكذا، اقدر احرك الدعوة الجنائية بالامتناع عن تسليم حصة وارث. غير كده انا قاضي جنائي او مش قاضي جنائي، كمحامي عن الخصوم. انت النهارده بتتهمني بامتناع عن تسليم حصه الورث، انت فين حصتك؟ هو فين؟ طب ومقدارها ايه؟ هنيجي نرجع بقى لقاعده ان الاحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين ولا الشك والتخمين، ونبتدي نشكك في القضيه ونبتدي نخش في اتجاهات ومفرع، هتاخد براءه مضيعه. هي بتبقى هنقول النهارده ان انت هترفعها كوسيله للضغط على الورثه عشان النهارده يقعدوا مع بعض كاجبار، ما بقاش لا كله بقى يعرف دلوقتي وكله بيفهم. اذا يعني ترتيب الاوراق ده مهم يا فندم، ترتيب الاوراق ده لازم وضروري. تمام. ابو يوسف مساء الخير يا فندم. ايوه مساء الخير يا فندم. اتفضل يا ابو يوسف، سؤال حضرتك. حضرتك انا مشتري ثلاث شقق في البيت عند في البيت بتاع والدي يعني من اخواتي، والبيت السلم كله مكسر، فطلبت وإيه يا فندم؟ منهم السلم بتاع البيت يعني بايظ، فطلبت منهم يظبطوه. تمام. فطبعا حضرتك سيادتك اتلوه معايا. أيوة. بعد كده قلت لهم مش هاخد منكم الايجار الا لما توضبوا السلم ده، فهم راحوا حطوه في المحكمه. تمام. وحاطين الايجار ناقص يعني كل شهر 5 جنيه الايجار يعني ناقص. الشقه ال 50 حاطط 45، واللي ب 35 حاطط 30. ازاي عادل الايجار كام يا فندم؟ عادل الايجار 45 زائد 5 جنيه من 1/6/97، دي ايه؟ كنت دخلت لهم الميه زمان قوي. وبقت مع ايه؟ مع الايجار بتدفع على طول بقى لها من سنه 97. تمام يا فندم. تمام. البيت العقار كله كام شقه يا ابو يوسف؟ العقار 8 شقق. 8 شقق يعني 9 شقق. بس الثلاثه دول اللي هم ملك انا بقى. والسته الباقيين؟ السته الباقيين في لاخواتي البنات ومع بعضينا يعني. تمام. مع بعضين. بس دول انا مشتريهم من اخواتي بقى البنات بقى. على الثلاث شقق فقط يعني، اللي هو المستاجرين بيدفعوا الايجار ناقص. طب حضرتك عملت اجراء قانوني يا ابو يوسف؟ لا انا محضر جه سلمني جواب، فروحت النهارده اسال حد قال لي اعمل لهم احواله حق باين ولا حاجه زي كده يعني، او مطالبه حق. هو مش حضرتك اساسا هم اللي عرضوا عليك الانذار عرض الاجره؟ ايوه بس انا قلت لهم يا جماعه عايزين نوضب السلم من الاول. بص يا ابو يوسف. ايوه يا فندم. هم طالما بعتوا لحضرتك الايجار في المحكمه اذا هم بيعترفوا ان انت حضرتك مالك للوحدات ديت، فمش أيوة محتاج حواله الحق ان انت تثبت ليها. ماشي. ما هو العاد مش باسمي، باسم ابويا، واحنا اسمينا مختلفه مع بعضينا عن اسم الاب يعني. تمام. لكن والدك هم مأجرين من والدك ولا منك؟ متأجرين من والدي. طيب ماشي. تمام. والدي اسمه عبد الله عبد الله، وانا خلف عجبان عبد الله، وجايب ولا من الوحده المحليه في البلد انه فلان الفلان هو فلان الفلان. طيب الشهاده اداريه قصدي حضرتك؟ نعم. شهاده اداريه. نعم. شهاده اداريه هي اللي معاها حضرتك دي اسمها شهاده اداريه. تمام. انذار العرض اللي هم رافعينه ايجار ناقص، دي الشقه دي قانون جديد ولا قديم؟ لا مفتوحه دي قديم. قديم. طيب بص يا استاذ ابو يوسف، حضرتك هتعمل في اي استفسار تاني يا ابو يوسف؟ حضرتك برضو حاجه تانية، فيهم اثنين جوازهم ميتين، واحد بقى له اكتر من 10 سنين 12 سنه، والتاني بقى له بتاع 3 سنين ولا حاجه. حد قال لي انه اللي جوزها توفى ما لهاش حق تقعد في الشقه، فبرضو انا عايز المعلومه دي بعد اذن حضرتك. لكن الزوجه كانت مقيمه قبل الوفاه؟ ايوه هي مراته قاعده معاه. مقيمه معاه. بس هو مات. هنرد على حضرتك. حاضر. هم الاثنين متوفين. حاضر يا ابو يوسف. حاضر. طيب بالنسبه للخطوه الاولى يا فندم اللي هي مشكله الايجار الناقص اللي وضعوه للمحكمه، يعمل ايه؟ يا اول حاجه، وهل محتاج فعلا دعوه حواله حق ولا لا؟ ما هو هنا كده انا فاكر ان هم شير منه وهم بيبعتوا له انذارات باسمه. تمام. اول حاجه يعمل حواله حق ان هو بموجب عقد كذا 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 اشترى الثلاث شقق دولت، قالت اليه الملكيه، وانه بيطالبهم بالايجار اللي هو قدره كذا.
وإن نما إلى علمه أنه بموجب إنذارات عرض كذا يبقى على العرض ناقص وغير مبرئ لذمته. تمام. ويطالبهم بفروق الأجرة خلال 15 يوم. إلا سيضطر لإقامة الدعوة إخلال عدم سداد كامل القيمة الإيجارية. لازم تدفع القيمة الإيجارية كاملة. تشمل القيمة الإيجارية إيه يا فندم؟ بملحقاتها. الإيجار والملحقات. وملحقاته. الصيانة السلم المفروض بيروح للحي يقدم إن السلم متهالك أو بيمس الخطر وإن عايز يصلحه بيقدروا قيمة الأعمال. وبيشوف على حسب تاريخ نشأة العقار هو بيتحمل نسبة قد إيه والسكان بيتحملوا نسبة قد إيه. ممكن يعملهم على حسابه ويطالبهم بيه وبتاخد حكم ملحقات الأجرة وعدم سدادها يترتب عليه الإخلاء. تمام. طب الاستفسار الثاني بيقول إنه في اتنين مستأجرين أصليين توفوا ولهم زوجات، هل يمتد للزوجات ولا زي ما سمع إنه ممكن يفسخ العقد؟ يمتد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي ولكن يمتد لزوجته أولاده الذين كانوا لجيل واحد حال حياته. شرط أنه يكون في إقامة. الإقامة. لكن يمتد للزوجات. يمتد هنا للزوجة وللأولاد كمان. تمام. يمتد للزوجة وللأولاد. تمام. سيادة مستشار، عودة للموضوع اللي هو أخطاء طبية والأثار القانونية المترتبة عليها، على من يقع عبء الإثبات يا فندم؟ عبء الإثبات للأسف بيقع على المريض. على المريض. إنه يثبت. إنه هو اللي بيقع عليه عبء الإثبات. وإن يعني في بعض الأحكام ممكن نقرأ أنه يقولك أن مش مجرد أن الطبيب ينسى فوطة في بطن المريض يتوفر معاه الإهمال، إلا لو المريض أثبت أن الفوطة دي سبب الجروح، سبب التهابات أو المضاعفات لهذا المرض. يعني على المريض. على المريض. للأسف يعني في استفسارات تانية، هل يجوز التصالح وإزاي بتقدر قيمة التعويضات؟ لكن وقتنا انتهى، وبنعتذر للسادة المشاهدين إن ما قدرناش ناخد التليفونات، ووعد إن شاء الله في الحلقات الجاية إن شاء الله نرد على بعض التليفونات. شكرا لك، شكرا لسيادة المستشار ميلاد داود المحامي بالنقد والدستوري العليا. شكرا للوجود معك، شكرا على سيادة صدر حضرتك وردك على كل المشاهدين. شكرا. أعزائي المشاهدين، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومة مفيدة. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، على وعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة 9 مساء على الهواء مباشرة. شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير.